طوابير ممتلئة عن آخرها تنتظر دورها. فحص لمختلف الأمراض تقوم به القافلة الطبية التي جاءت من مستشفيات الجزائر العاصمة. القافلة التي حطت رحالها ببلدية الشرفة بالتنسيق مع جمعية البسمة وكافل اليتيم، قافلة الأطباء التي تجوب مختلف المناطق النائية. العمل احنا نقوم به منذ حوالي سنتين مش من اليوم، قابل أنه يخدم في أي منطقة في الجزائر من المناطق المعزولة حتى تطوعيا، فما بالك في إطار العمل تاعو يطالب برك بتوفير الإمكانيات. درنا لهم كونسلتاسيون، عطينا لهم لو تريتمون، وكاين دي كا كي نيسيسيت بريز اون شارج، اون برون لي دوسي ديالهم. فاحنا عندنا كلكو دوسي ونزيد الدوسي ديالهم ونبريزونتيهم عندنا في لوبيتال. عرضنا الفكرة على الأطباء، فرحوا بها وعاونونا. المواطن الذي وجد ضالته في القافلة في تخصصات قد يتطلب موعدها إلى شهور معدودات. نرمي الاسوسياسيون ياكين نغن الشرفة يخدم لو بروميي با العاليت يعجبها مليح مليح تلهاني زواليين ويقادون زميرار ديبلاسين. أو نجعل ربي يهدر ونزيد أو نفكر بخير الدنيا والآخرة. هكذا هي العلاقة الحميمية بين الطبيب والمريض في وقت تزداد فيه وضعية المريض تدهورا مع تدهور قدرته الشرائية وعجزه عن الاعتناء بصحته كأولوية في حياته.